próxima. Vamos ver. تمام. طيب نكمل بإذن الله. دحين نتكلم عن احنا قلنا في البداية انه عندي في الستاتستيك عندي حاجتين، حاجة وصفية وحاجة استنتاجية، او الاحصاء الاستنتاجي، او اللي خلاص دحين انا وصفت السامبل حقتي وطلعت النتائج حقتي، دحين ابغى ابدا استنتج معلومات من النتائج هذه حقتي، من الاشياء الاستنتاجية هي الكونفيدنس انترفل. لكن احنا بنستنتجها من الاشياء الوصفيه، احنا وصفنا العينه حقتي باحصائيا وحنبدا نخرج منها معلومات. طب في كان كونسبت ابغاه يعني يكونوا واضحين في مساله الداتا اناليسيس. اول حاجه الهايبوثيسيس اللي انا من البدايه، ايش يعني كلمه هايبوثيسيس؟ فرضيه. تمام. فانا افترضت افتراض من بدايه البحث انه عندي الدواء A احسن من الدواء B. فهذه الهايبوثيسيس لها انواع، وانواعها شويه غريبه كده يعني منطقيا، لكنها في علم الاحصاء مهمه وحنتكلم ليش. التايبس اوف هايبوثيسيس لها علاقه بالبي فاليو. مين قبل كده شاف البي فاليو؟ فين نبدا نشوف البي فاليو في اي، لو قراتوا اي بيبر ريسيرش فين نشوف البي فاليو؟ فين نشوفها؟ في احد قبل كده شاف كلمه بي فاليو او لقيها في اي بحث او قد سمع عنها؟ عندكم اي فكره ايش يعني بي فاليو؟ تمام. ما في اي احد مثلا عنده تصور ايش يعني كلمه بي فاليو؟ تمام. طيب البي فاليو هي حاجه يمكن لو خرجتوا من اي شيء في البحث في الكورس هذا وما خرجتوا الا بالبي فاليو وايش معناها وكيف تقراوها وكذا، هكون اكتفيت، لانه البي فاليو هي اهم حاجه في مساله السيجنيفيكانت. معلوماتك اللي طلعتها في البحث بدون بي فاليو سيجنيفيكانت ما لها معنى. ليه؟ لانه البي فاليو هي تحدد قد ايش بحث المعلومه هذه او المعلومه اللي طلعتها واقعيه وسيجنيفيكانت ونقدر نطبقها ولا لا. تمام. فالبي فاليو مع الهايبوثيسيس ليها علاقه، وحنتكلم ايش معنى البي فاليو وايش تعريفها، والليفل اوف سيجنيفيكانت ليها علاقه بالبي فاليو مع الكونفيدنس انترفل. هنتكلم كمان عن types of error. تمام. طيب في عندي حاجة اسمها alternative hypothesis وحاجة اسمها null hypothesis. كلام كثير حقيقة. اللي أبغى يعني تخرج منه إنه null hypothesis اعتبروه كذا كأنه شخص كذا غتيت كذا يحب دائما يعارض، ما يعني يقول لك طب لا الدواء إيه ما هو ماله علاقة بالدواء، كلهم نفس التأثير. وأنت دحين جاية تبحثي بشكل كذا كيوت كذا، بقول والله هذا أنا لاحظت إنه هو أحسن من ده الدواء، هذا الدواء أحسن من هذا الدواء، يقول لك لا ما هو أحسن، هذا اسمه نال هايبوثيسيس، هذا الرجال اسمه نال هايبوثيسيس NULL. تمام. إيش استفادتي من نال هايبوثيسيس هذه؟ أنا أصلاً في كل هذا البحث من الناحية الإحصائية أنا أبغى أعمل ريجكشن للنال هايبوثيسيس، أبغى أثبت إنه أنت غلطان، إنه هذا الشخص الغتيت غلطان، إنه هو في علاقة. تمام. فكل الأين حق البحث حقي إني أنا أوجد هذه العلاقة. لو كان حقي الريسيرش يقول لي انه والله الاي زي بي، النال هايبوثيسيس حيقول لي لا والله هما مو هم زي بعض، هذا احسن من هذا مثلا. فالنال هايبوثيسيس دائما هي بتعارض فكره البحث اللي انا بحاول اثبتها، وبتقول نو الكلام بتقوله غلط، وانا في خلال البحث احاول اثبت انه انت غلطان. فهو زي الديبيت بين الالترناتيف هايبوثيسيس او الحاجه اللي انا بثبتها والنال هايبوثيسيس تحاول تعمل ريجكشن على الحاجه اللي انا ابغى اثبتها. زي مثلا لو قلنا والله في علاقه بين شو اسمه ويست كونفرنس و مثلا دواء من ادويه السمنه مثلا، او بين اللايف ستايل موديفيكيشن مثلا الرياضه والشو اسمه والرياضه والويست كونفرنس. تمام. ف الشاشه واضحه عندكم؟ تمام. ما أدري إيش اللي صار دوبو، الشاشة واضحة صح؟ الحين؟ تمام. اللي الشاشة مو واضحة عنده يضغط على الشاشة لأنها أغنيها تصغرت. تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. الحين نقول إيش الفكرة حقت النال هايبوثيسيس. طيب البي فاليو
والكونفدنس انترفال لهم علاقه ببعض. احنا قلنا الكونفدنس انترفال هو الانترفال او الرينج اللي انا متاكده مثلا 95% انه الفاليو حقي حيقع في هذا المكان. لكن ابغى كمان برضه نوضح فكره الكونفدنس انترفال بشكل اكبر شويه. فخلينا نتخيل انه عندي بركه والبركه فيها مثلا متوسط عدد السمكات في هذه البركه 1000 سمكه، تمام؟ وفي كمان 1000 سمكه 200 جرام، في 1000 سمكه 185 جرام، في شو اسمه سمكات ثانيين ب 192 جرام. المهم فهذه البركه حقتي اللي هم السمكات الكتار اخذت منهم سامبل، ابغى اطلع مثلا كم شو اسمه كم جرام السمكات متوسط السمكات هنا في هذه البركه. اي شيء، يعني خلينا نتكلم عن اي شيء. هم السمكات كلهم في هذه البركه 500,000 سمكه، تمام؟ متوسطهم متوسط اوزانهم 185، تمام؟ كل ما اخذت انا عينه اكبر من هذه السمكات كل ما كان بتوضح لي عدد يعني بريفلكت عدد احسن في عدد الجرامات، لانه الجرامات حقتهم مختلفه زي البشر. احنا عندنا الكاركترستيك حقت البشر مختلفه، الميل والفيميل مختلفين، الديفرنت اثنيسيتي مختلفه، الديفرنت ديموغرافيكس مختلفه. فكل ما اخذت سامبل اكبر كل ما كان النتيجه حقتي ريفلكت اكثر على عدد السمكات الموجودين في البركه، تمام؟ طيب اخذت، لو افترض انه مثلا انا اخذت 5 سامبلز، ما عملت الدراسه حقتي على السمكات دي مره واحده، عملتها 5 مرات، تمام؟ في كل مرة في كل مرة في كل مرة بيطلع لي عدد مختلف في الأوزان، ما هو نفس الرقم، وأنا قاعد أسوي نفس طريقة البحث، وقاعد أسوي نفس قاعد أخذ من نفس البركة، وباخذ نفس عدد السمكات، وكل حاجة كده بيطلع لي في اختلافات. ليش؟ لأنه أصلاً هم السمكات بطبيعة حالهم مختلفين وصفاتهم مختلفة. فلما أسوي البحث عدة مرات في يعني حتى لو سويته بالضبط نفسهم، لكن في حيكون اختلافات، حتى لو كانت بسيطة حتكون اختلافات موجودة زيهم زي البشر، تمام؟ ففكرة انه عندي كل ما شوفوا الكيف كيف صار الحين، لو انا عوضت عدد اعتبروه مثلا عدد السمكات على عدد شو اسمه على اوزاني، تمام؟ في حد رافع يده؟ في حد عنده سؤال؟ الشاشة ما هي طالعة. طيب دقايق بس اشوف، ما هي طالعة عند الكل؟ طيب الأخ اللي تكلم بشوية في الشاشة أظنها تصغرت فجأة، فلو تضغط على التكبير هتكبر، تمام؟ طيب اللهم صل على سيدنا محمد. في المتوسط حق شو اسمه الأوزان مختلف بين الخمس مرات اللي أخذتهم، رغم أنهم كلهم نفس البرك اللي باخذ منها، تمام؟ ففي margin of error او يعني زي ما تقول حدود للخطا في او الاختلاف او الديفرنس هذا اللي بيحصل، رغم اني انا بسوي الدراسه كلها بنفس الطريقه وباخذ العينه بنفس الطريقه وبعمل السامبلينج بنفس الطريقه، لكن في مارجن اوف ايرور، في مارجن اكسبتبل للايرور هذا. الشاشه راحت ولا موجوده؟ ما اعرف ايش المشكله، لكن ان شاء الله تكون موجوده، تمام؟ تمام، حلو. طيب شفتوا انا قلت لكم في البدايه الكومبتنس انترفال ليه طريقه عشان احنا نحسبه، تمام؟ وانا ما ابغاكم تعرفوا دي الطريقه، بس ابغاكم تفهموا كيف جاء الكونفدنس انترفل، وش هو الكونفدنس انترفل. الكونفدنس انترفل في طريقه لحسابه، هو المارجن اوف ايرور مع ناخذه مع ستاندرد ايرور. الستاندرد ايرور ايش هو اللي هنا تكلمنا عنه. عموما هذا الكلام كله انا ما ابغى اتعمق فيه وادخل فيه عشان لا ياخذ مننا وقت، لكن الفكره هي انه احنا عندنا ستاندرد ديفيشن في البوبيليشن، وهذا الان هي السامبل سايز. شوفوا هذه السامبل سايز حقتي اللي اخذتها، هم نفس من السمكات دول، تمام؟ فعندي على قد ما اخذت سامبل سايز، شوفوا هنا السامبل سايز اخذت 2400 سمكه، كيف طلع لي الكيرف، كيف لما قللت السامبل سايز الكيرف طلع بشكل مختلف. فكل ما اخذنا زي ما اقول لك في البدايه، كل ما اخذنا سامبل سايز اكبر كل ما كان ال شو اسمه نسبه الخطا اقل، او كل ما كان ال representativeness أو reflect السامبل هذه على البوبوليشن. ففكرتي كلها في هذا الكلام كله اللي نخرج منه حتى لو ما فهمنا أي حاجة من الكلام اللي قال، إنه في شيء اسمه standard deviation بيطلع لي بشكل ما في كيف بيحسبوه بشكل ما همني. المهم إنه أنا أفهم إيش يعني confidence interval، وإيش يعني ليش أخذت 95%،
وكيف طلع ستاندرد ديفيشن هذا؟ بانه في نورمال فاريشن في البشر مهما سويت بحث بيرفكت وحطيت الظروف والفاكتورز كلها بشكل نفسه، لكن لو جاء احد ثاني في منطق في مثلا زميلي في بيطبق نفس البحث طبقه بنفسه بنفس الطريقه ما حيطلع بنفس النتيجه بالضبط، لكن حيطلع بشكل ما ما بين الرقم الفلاني والرقم الفلاني اللي هو الكونفدنس انترفل حقي. تمام، لاني قلت انا كونفدنت، انا ام كونفدنت انه 95% الاطوال حقت حقون البيشنت حيطلع ما بين كذا وكذا، ما حقدر اقول انهم والله كل الاطوال حتطلع 34% بالضبط كذا، ما اقدر، لانه في فاريشن، في نورمال فاريشن في الناس، وفي ستاندرد ديفيشن انا حاطته وحسبته على اساس البوبيليشن حقتي. من الفكره يعني ما تكون اتعقدت في بالكم، لكن اللي يهمني بس اهم شيء انكم تعرفوا ايش يعني ستاندرد ايش يعني كونفدنس انترفل في النهايه، وليش احنا مره مهتمين بمساله الكونفدنس انترفل، وانه كل مو كل احد حيسوي نفس البحث زي ما انت سويت وحيطلع بنفس النتيجه، عشان كده لازم يكون في انترفل، لازم يكون في رينج، ما حقول القيمه تساوي كذا لانه الناس مختلفه وفي فاريشن في كل سامبل، ما حقدر اتاكد 100% ان هذا هو الرقم اللي حيطلع لي دائما في كل مره، في كل مره اخذ فيها اسوي فيها البحث، او كل مره اطلع ادخل الشبكه في البركه هذه واخذ شبكه. تمام، طب خلينا نقول هذه الفكره بعدين اشوف اذا عندكم سؤال. شوف ايش كاتبين، هاي ستاندرد ديفيشن اند سو هاي ستاندرد ايرور. لو كان عندي مثلا احجام الاسماك مره مختلفه، تمام، الفرق بين ستاندرد ديفيشن وستاندرد ايرور ما هو مهم، لكن الفكره اللي ابغاكم تطلع منها انه ممكن يكون في مشكلة أصلاً في السامبلينج حقي، ممكن يكون الأعداد مرة مختلفة، ما هي متشابهة، ماني أخذ سامبل بشكل يعني ريبريزنت البوبيليشن حقتي، فما حيطلع عندي الكونفدنس انترفل دقيق، أو المعادلة هذه اللي أنا عوضت فيها حتطلع دقيقة. عموماً زي ما قلنا أنا ما أبغى أحد يفهم الفكرة بشكل مفصل وكيف طلعت وكيف طلعناها، بس اللهم نفهم هنا في الكيرف هذا احنا ليش استخدمنا 95% وليه احنا قلنا ان هي انترفل، ليش ما احنا نقول والله انا متاكد انه هم حيطلعوا 95% متاكد انهم حيطلعوا 34، لا ما نقدر، لانه لازم نحط انترفل، كل ما عدنا البحث مره ومرتين ثلاثه حتى لو عدناه نفس الطريقه حيطلع فيه فاريشن. ان شاء الله الفكره واضحه. تمام، اروح للنقطه اللي بعدها. تمام، الباقي تمام، لا تعمقوا كثير في الفكره، بس انه لما تشوفوا كونفيدنس انترفل، ليش كونفيدنس انترفل، ايش يعني كونفيدنس انترفل. طيب اعيد، ما في مشكله، الفكره اللي ابغى اوصلها من هذا الكلام اللي قلته كله عن السمكات والبركه وما الى ذلك، انه كل ما عدت البحث مره وايش اهميه الكونفيدنس انترفل، لانه لو عدت البحث 20 مره وتاكدت 20 مره انه الميثودولوجي حقتي تمام وسويتها ب 20 تاكد انه كل شيء نفس العوامل، ما حطلع لي نفس النتيجة. كل ما عيد البحث راح يعطيني نتيجة داخل، أيوة بالضبط، كل ما 95% متأكدة، ماني 100% متأكدة. أنا في بحثي لما أقول أطلع النتيجة أنا أقول أنا 95% متأكدة إنه النتيجة حتطلع ما بين الرقم كذا وكذا، اللي هم بلس وماينس 2 ستاندرد ديفيشن. تمام، اللي هم إحنا لما عدنا البحث، لو عدنا البحث 20 مرة مثلا حيطلعوا كذا، هذا الكيرفات شوفوا، هذا الستاندرد ديفيشن، قديش انحرف الكيرف عن الكيرف اللي في النص اللي هو حق المين الاساسي، انحرف مره مرتين ثلاثه، انحرف مره مرتين ثلاثه، انا في هذا الرينج، انا كونفيدنت في هذا الرينج انه انا الستاندرد ديفيشن حقي بلس اور ماينس 2، كونفيدنت 95% انه عدد البي ام اي حق هذه البوبيليشن مثلا ما بين، لو كان هنا مثلا شو اسمه ما ادري والله، المهم خلينا على الاطوال مثلا انه ما بين 22 وش اسمه 46 مثلا، 95% كونفيدنت. هذا بس الفكره اللي بطلعها، انه ايش يعني كونفيدنس انترفل، ليش احنا طالعين فكره الكونفيدنس انترفل اصلا، وايش يعني ستاندرد ديفيشن. هي الفكره انه احنا لو عدنا البحث 20 مره ما حنطلع بنفس النتيجه 100%، لازم يكون في اختلافات لانه الناس مختلفه، وزي ما في سمكات في البركه أوزانها مختلفة، حتى لو منهم نفس السمكات عايشين من نفس البيئة وبيأكلوا نفس الأكل وكل شيء، لكن أوزانها مختلفة، فعشان كذا البشر كلهم مختلفين برضو. فأنا لما أعمل دراسة عن السموكينج على لنج كانسر في سعودي بوبليشن مثلا، ألاقي مثلا أنه السعودي بوبليشن مثلا عندهم سيارات كثير، فممكن عندهم اير بوليوشن ثاني يعني أكثر، يعني يزيد مثلا هذا. في ناس في المنطقة الشرقية مثلا ما عندهم الاير بوليوشن مثلا بدي الصورة مثلا زي المنطقة الغربية، أنا قاعد أقول كلام
عام يعني ماني متأكدة من كلامي، بعطيك مثال. فألاقي إنه في عوامل بتختلف بتأثر على ناس بشكل مختلف. هل مثلا الانسيدنت حق اللنج كانسر في ناس عمارهم فوق الستين زيه زي اللي عمارهم مثلا في الأربعينات؟ لا، فأنا حقول إنه في اختلاف، في فاريشن عندي في الـ في الـ في الـ في البوبيليشن حقتي. فما أقدر أقول 100% إن أنا متأكدة، أنا أقدر أقول أنا 95% متأكدة على أساس حسابات اسمها ستاندرد ديفيشن أنا حسبتها في النورمال ديستريبيوشن حقي وطلعتها. ممكن مو بهذه الحسابات الكيرف وزي كذا، ممكن طلعها بمعادلات. وهذا كله ما يهمني انكم تفهموه، المهمني انه الفكره دي كونفدنس انتيرفال. زي ما يجي واحد يقرا ايش يعني كونفدنس انتيرفال، ايش يعني بي فاليو، يكون فاهم ايش يعني كونفدنس انتيرفال. تمام، ان شاء الله تكون الفكره وضحت عشان ننتقل للبي فاليو. وضحت ان شاء الله؟ يا جماعة منتو مني ولا كيف؟ وضحت فكرة الكونفدنس انترفال؟ طيب الحمد لله. طيب نروح نفهم ايش يعني بي فاليو. احنا ليش في البداية جبنا سيرة النل هايبوثيسيس والفرضية دي اللي هي الشخص الغثيث ده اللي بيقول لنا كل مرة لا 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 لا؟ لأنه احنا أصلا ايش يعني تعريف البي فاليو؟ هي الشانس إنه احنا نعمل ريجكشن للنل هايبوثيسيس. كلام مرة كبير، لكن فكرته في الآخر إنه عندي رقم حيطلع لي بعد ما أعمل تيست في في الـ في في ال شو اسمه الإحصاء في برامج إحصائية. هعمل تيست أوف سيجنيفيكانت أو حنتكلم عنها بعد شوية. لكل نوع بحث في تيست أوف سيجنيفيكانت مختلف حيطلع لي رقم، هذا الرقم اسمه بي فاليو. هل هذا البي فاليو أقل من 0.05؟ معناته والله أنا I can reject ال النسبة إنه كلام ال نال هايبوثيسيس صحيح أقل من 5%. فمعناته الكلام اللي بقوله سيجنيفيكانت، كلامي لي لي يعني لي معنى أو لي يعني أبليكيشن حقيقي. مو زي لما يكون البي فاليو أكثر من 0.05 معناته النال هايبوثيسيس عنده تشانس إنه هو يكون صح أكثر من 5%. فمعناته حقتي النتائج ما هي سيجنيفيكانت، هي جات باي تشانس، هي جات بالصدفة، ما جات عشان في فعلا اسوشيشن او عشان في فعلا انه الدواء هذا شو اسمه احسن من هذا الدواء، او انه هذا الاكسبوجر للشيء للسموكينج فعلا ياثر على الكانسر. تمام، وضحت الفكره ايش يعني بي فاليو؟ هذا الرقم مهم. ايش هي البي فاليو؟ البي فاليو هي عباره عن التشانس او نسبه الفرصه انه يكون هذا الشخص الغثيث اللي احنا قلنا اسمه الهايبوثيسيس يكون صح كلامه. انا دراستي عن انه الدواء A احسن من الدواء B. تمام، النال هايبوثيسيس تقول لي لا والله ما في فرق بينهم. تمام، فالبي فاليو طلعتها بحسابات اسمها تيست اوف سيجنيفيكانت، طلعت لي في الـ في الـ في شو اسمه البرنامج البحثي او البرنامج الاحصائي يقول لي 0. اقل من 0.05 مثلا طلعت 0.03 0.0001 ايا كان، اهم شيء انها اقل من 0.5. تمام، ايش معناته اقل من 0.05؟ معناته انه نسبه او احتماليه انه كلام هذا الرجال صح، انه ما في فرق بين A و B اللي انا بدور عليهم في الدراسه او بعملهم في الدراسه، نسبه انه يكون كلامه صحيح اقل من 5%. معناته هذا كلام حقي significant. الكلام انه A احسن من B، الدواء A احسن من B significant. لكن لا والله طلعت النتيجه مثلا 0.6 0.1 ايا كان الرقم اكثر من 0.05، معناته هذا والله كلام الرجال ده حق المال هايبوثيسيس كلامه نسبه كلامه انه هو يكون صحيح اكثر من 5%. معناته النتيجه اللي انا جبتها جات باي تشانس، مش جات عشان في ريال اسوشيشن او ريال افكت عن الدواء هذا ايه عن الدواء بي، او هذا الدواء ايه احسن من الدواء بي. مجرد النتائج اللي طلعتها مجرد صدفه ما هي صحيحه. عشان تكون النتائج صحيحة وأخذ بيها وأخذ بعين الاعتبار فيها، لازم تكون البي فاليو أقل من 0.05. الكلام ده كله اللي بتكلم عن الكونفدنس انترفال والبي فاليو، هذه كلها أشياء لما إحنا بنعطي الداتا أو البيانات اللي إحنا جمعناها واستخرجناها لواحد شخص إحصائي، حيطلع لي هي حيقول لي الكونفدنس انترفال كذا والبي فاليو كذا. ما حادخل راسي في هذا الكلام كله اللي احنا بنتكلمه الان، لكن لازم افهم ايش يعني بي فاليو عشان انا اقدر افهم كيف اقراها. لما انا اشوف بي فاليو في جدول، احنا حنلاقي البي فاليو فين؟ لو شفتوا اي بيبر في اي ريسيرش هتلاقوا البي فاليو مكتوبه جنب كل قيمه. مثلا شو اسمه
والله ما يحضرني دحين مثال، لكن اي قيمه حتلاقوها في الجداول حتكون مكتوب جنبها بي فاليو، او تحت الجدول كده مكتوبه بي فاليو يساوي كذا كذا، تمام؟ اذا كانت هذا الرقم اقل من 0.05 معناته هذه النتيجه سيجنيفيكنت، معناته طلعت بشيء يثبت الهايبوثيسيس حقتي او الفرضيه حقتي، او انه فرضيتي فعلا في ليها معنى. في سؤال يعني لو النتيجه طلعت اعلى من 0.05 معناته ممكن لو كررت الحسابات تطلع نتيجه تثبت النظريه بتعكس نظريتي. بالضبط، لانه اذا طلعت البي فاليو اكثر من 0.05 معناته النتيجه اللي انا طلعتها بالصدفه طلعت ما طلعت صحيحه. البي فاليو هي عباره عن قد ايش انت جاء نتيجتك بالصدفه، او انه طلعت الدواء بي اي احسن من بي بالصدفه، او انه في علاقه بين انه ايش اسمه الهيب سيركمفرنس مثلا والويست سيركمفرنس وبين الرياضه طلع بالصدفه، لا والله ما في علاقه، او شو اسمه او العلاقه دي جات باي تشانس، شو اسمه البي فاليو هذه طلعت اكثر من 0.05 معناته الكلام هذا ما هو سيجنيفيكنت، ما هو ما يؤخذ بعين الاعتبار في ك ك كنتيجه بحثيه، كنتيجه احصائيه. هل يمكن تكون البي فاليو قيمتها صفر؟ اذا كانت قيمتها صفر معناتها هي اكثر من 0.05 ولا اقل من 0.05؟ الصفر لو حطينا كده سكيل كده قلنا صفر، هنا الصفر حتكون اقل، تمام؟ فهي ممكن تكون صفر، ممكن تشوفها، ما حتكون يعني ما حيكون ما هو مستحيل انها تجي، لكن اذا كانت اقل، اذا كان صفر معناته هي اقل من 0.05 معناتها ايش؟ معناتها صحيحه، ايوه معناتها significant. اي رقم يجي تحت الصفر اقل من 0.05 ان شاء الله، لو 0.00001، لو 20 صفر بعدين 1، لو 30 صفر بعدين ما يهم، اقل من 0.05 اهم شيء، معناته هذه النتيجه significant واقدر اخذها بعين الاعتبار كنتيجه في ال كنتيجه احصائيه من الناحيه الاحصائيه. احنا كلنا بنتكلم من الناحيه الاحصائيه، تمام؟ ممكن احنا توضح معانا الفكره كمان مع الامثله الجايه. طيب هل تايبز اوف ايرور صراحه ما هي حاجه مره مهمه، لكن عشان انا ذكرنا ان الهايبوثيسيس وفكره الهايبوثيسيس والالترناتيف هايبوثيسيس ما ادري ايش هذا نيمونيك يعني، او مو نيمونيك يسموه ايش يسموه دول حقون الميمز دول، تايب 1 ايرور انه واحد ابسولوتلي ما حيكون بيرنت تقول انت بيرنت، فهذا عباره عن ريجكشن اوف ترو نال هايبوثيسيس. لو قلت لو هذاك الرجال اللي هو النال هايبوثيسيس بيقول هذا الرجال لا يمكن انه يكون بريجننت، وانا اقول له لا يو ار بريجننت، تمام؟ فهذا عباره عن تايب 1 ايرور. تايب 2 ايرور انه احنا نعمل ريجكشن لاوبفيوس نال هايبوثيسيس اللي هي نقول يو ار نوت بريجننت واحنا واضح قدامنا ان هي بريجننت. الكلام اللي بنتكلم عن تايب 1 تايب 2 ايرور ما هو كلام بمنطقي، يعني ما هو ايرور منطقي زي ما احنا بنتكلم انه منطقيا هذا الرجال ما هو بريجننت وهذه الحرمه بريجننت، لكن احنا ما بنتكلم منطقيا، احنا بنتكلم عن عالم احصاء او عالم ارقام. تايب 1 ايرور انه احنا نعمل ريجكشن لنال هايبوثيسيس وهي ترو، هي واضحه 100% ان هي ترو، يعني هذا الرجال ما هو بريجننت باي طريقه، كان لا يمكن يكون بريجننت. فاحنا اذا عملنا ريجكشن لهذا النال هايبوثيسيس هذا اسمه تايب 1 ايرور. اذا عملنا ريجكشن ل هذه ان الهايبوثيسيس والله هذه الحرمه بريجننت، النال هايبوثيسيس تقول كده، اقوم اقول لا والله يو ار نوت بريجننت، هذا تايب 2 ايرور اللي هو ريجكشن اوف نان ريجكشن اوف فولس هايبوثيسيس، اقول لها لا انت ما انت بريجننت، تمام؟ انا عارف انه الكلام ده ممكن يكون خش على بعضه كده وما هو مره واضح، لكن ما هو مهم كثير قد ما انه احنا نفهم فكره ايش يعني كونفيدنس انترفال وايش يعني بي فاليو، تمام؟ وهذا اللي هو كل الكلام ده في مساله الاحصاء الاستنتاجي، او احنا كيف نستنتج معلومات من البيانات او الارقام اللي احنا طلعنا بيها، تمام؟ ان شاء الله مو تمام. طيب تمام، نروح الميجر اسوسيشن. الحين احنا كيف طلعنا البي فاليو؟ احنا نروح خطوه لورا شويه، طلعنا البي فاليو بتيست اوف سيجنيفيكانت او حاجات يعني في البرنامج الاحصائي انواع للابحاث اللي التيست اوف سيجنيفيكانت بتقيس لي قوه الاسوسيشن او قوه العلاقه بين الاكسبوجر والاوتكم، ما بين الانترفينشن والافكت حقه. فالميجر اوف اسوسيشن بتقيس لي السترينج القوه، قوه العلاقه هذه اللي احنا حيطلع لنا في النهايه بايش؟ ببي فاليو
عشان يقول هي significant إذا كانت أكثر من 0.05، إذا كان الـ confidence interval حقي أكثر من 95% متأكدة في range معين. فالـ measure of association بتقيس لي قوة العلاقة، تمام؟ طيب إحنا عشان نفهم الـ measure of association لازم نتذكر الـ type of data، لأنه إحنا كلنا بنتكلم عن الـ data حقتنا. data هل كل الـ data أرقام؟ لا، مو كل الـ data أرقام، في data numerical وفي data categorical. طب مين يساعدني كده ويذكرني ايش يعني numerical وايش يعني categorical؟ اذا كان في احد منكم يعرف ايش الفرق بين numerical والcategorical، ايش الفرق بين quantitative والqualitative؟ ايوه تمام، بالضبط بالضبط. فاحنا لما نطلع نتائج في البحث او داتا في البحث، ممكن نقول والله زي ما هو مرسوم هنا، ممكن تكون أرقام، ممكن تكون هذه أرقام discrete اللي هي أرقام ما ينفع تكون فيها فواصل، أو تكون continuous تكون أرقام فيها فواصل زي الطول، الوزن، الحرارة. أما أرقام ما ينفع يكون فيها فواصل مثلا زي كم مثلا البلس، مثلا البلس لو حطينا يدنا على الراديال مثلا البلس وحد عديناه، هل ممكن يكون في فاصلة؟ لا، ما ممكن يكون فاصلة. هل عدد البذورة مثلا لو كان حرمة مثلا والدة كم مرة، مثلا 5 6 مرات، هل ممكن يكون 5.5؟ لا، هي تولد يا 5 يا 6 يا 7 يا 8. فهذا الديسكريت اللي هو عدد غير قابل إنه يكون فيه فواصل. أما الكونتينوس اللي هو عدد يكون قابل يكون فيه فواصل، يعني لينك، ويت، تمبريتشر، أي رقم كده تفكروا فيه ممكن يكون فيه فواصل، هو كونتينوس داتا. وهذه كلها الاثنين تطرح تحت ايش؟ النيوميريكال. بالنسبة للكاتيجوريكال هي حاجات نقدر نقسمها، حاجات يعني ليها كاتيجوريز ما هي ارقام. النومينال داتا حاجات كان بي براند، يعني الفيميل ميل الارقام. اما الاوردينال حاجات اقدر ارتبها، والله هذا بي ام اي حقه مثلا اوبيز ولا اوفر ويت ولا ايا كان، والله هذا شو اسمه، يعني زي كذا اقدر اقسمها حاجات نيفر سم تايمز، يعني اي حاجه اقدر اقسمها بترتيب معين هحطها في الاوردينال، من اسمها اوردينال اوردر. النومينال حاجات لا ما لها ترتيب معين، الوان، جندر، اي كان اي مثال ثاني، فهي نومينال. فان شاء الله واضحه هذه انواع الداتا اللي انا ممكن ادخلها، تمام. طيب طيب، فعندي التست او الميجر اوف اسوشيشن عندي لها انواع، والاهم نوعين منها اللي هي ريليتيف ريسك والاوت ريشيو، تمام. هذه برضو حاجات كلها تطلع فين؟ في البرنامج الإحصائي لما احنا ندخل البيانات نقدر نطلعها بيها، تمام؟ ما يهمني هذا الكلام اللي هو المجرد association، كيف نعرف الفرق بينها، أو كيف نعرف احنا كيف، حتى يعني احنا أنا حطيت لكم حتى فين كيف نحسبها، وكيف نحسب الـ exposure disease زي كده، ما يهم كثير كيف نعرف نحسبها، لكن يهمنا احنا كيف مع ايش نستخدمها، تمام؟ طيب فهذه كلها بتبين لي كيف نحسب الريسك ريشو. لو حلو حطيناها هنا اللهم صل على سيدنا محمد كمثال اللنج كانسر والسموكينج، لو حطيناها في جدول ناس عندهم لنج كانسر ناس ما عندهم لنج كانسر، ناس سموكر ناس نون سموكر، هنا الاوتكم هنا الاكسبوجر، تمام. فنقوم نحط ال A قسمة A زائد B، تمام، C قسمة C زائد D، يعني طريقة الحساب حقتها، تمام. فحنقول طلع لي رقم معين، فاللي يهمني في هذا كله مو طريقة حسابه، اللي يهمني انه كيف نعمل interpretation، انه البيبل اللي exposed لايش؟ للاكسبوجر اللي هنا، الاكسبوجر حقي ايش هو؟ السموكينج. الاكسبوزد جروب ار 6.39 تايمز مور لايكلي تو هاف ديفلوبد الاوتكم اللي هو ايش؟ اللي هو اللنج كانسر، تمام. لو حطينا هنا مثال الفن مثلا، وهنا حطينا اللهم صل على محمد البيرن، مو البيرن، السكين كانسر مثلا، وهنا قلنا هذا رقم 2، مين يقدر يعمل انتربريتيشن؟ لو قلنا هنا هذا السن اكسبوجر وهنا السكين كانسر وهنا الريلاتيف ريسك حقه 2، مين يقدر يعمل انتربريتيشن؟ بس نعوض هذا البيبول اكسبوزد لي ايش؟ للسن، صح؟ are twice likely او 2 مرتين عندهم ريسك اكثر انهم develop skin cancer. هنا كيف نعمل interpretation للrelative risk؟ حيطلع لي هو كرقم relative risk يساوي كذا، زي ما هنا relative risk يساوي كذا،
فاحنا كيف نعمل الانتربريتيشن انه الناس اللي طلعوا بهذا الاكسبوجر كذا رقم اللي هو طلع لي هنا more likely، يعني هم مثلا لو كان هنا رقم 2 هم ضعفين الريسك ان هم يديفلوب السكين كانسر او اللنج كانسر او اي كان المثال. تمام، الفكره واضحه واضحه للجميع ان شاء الله. هذا كيف نعمل انتربريتيشن او كيف نقرا المعلومه دي. تمام، هروح للنقطه اللي بعدها. طيب تمام، هذه الريسك ريشيو، احنا اتكلمنا هنا على الريلاتيف ريسك. تمام، اللهم صل على محمد. فالكلام هذا كله طبعا لو جينا نحسبه، كيف نحسبه كيف ما نحسبه ما حادخل، لكن الريسك ريشيو لو كان يساوي واحد فهو الريسك ايدنتيكال، سواء والله خرج في الشمس ولا ما خرج في الشمس ما حيكون في ريسك. لو كان اكثر من واحد الريسك انكريز، لو كان اقل من واحد الريسك ديكريز. يعني لو كان الرقم اكثر من واحد لو خرج برا في الشمس هو مور ريسك انه هو يكون عنده يصير عنده سكين كانسر. لو اقل والله حيكون بروتكتيف، يعني مثلا ادرس العلاقه بين الرياضه والويتر كانسر وطلع الريسك ريشو اقل من واحد، ف والله الرياضه الانسان اللي يسوي رياضه اللي هو اكسبوجر مور ليس لايكلي انه هو يكون عنده شو اسمه الويتر كانسر حقه واسع. طبعا احنا نعرف الويتر كانسر له علاقه بعده امراض، فهو بروتكتيف اسبكت اذا كان اقل من واحد الريسك اقل، او حيكون في بروتكشن على العكس ما هو ريسك. تمام، فهذه الريسك ريشو. طيب هذيك تكلمنا عنها الريسك ريلاتيف ريسك. الحين نتكلم عن الاودز ريشيو، برضه نفس الفكره، فيها طريقه حساب وما طريقه حساب، ما حنتطرق لطريقه الحساب بس احنا نبي نفهم كيف الانتربريتيشن. فالانتربريتيشن لو قلنا شو اسمه في في فولت انكريز ان ذا اودز اوف بينج اكسبوز جيفن ذا اوتكم. تمام، الشيء اللي نبغى نفهمه انه الاودز ريشيو يعني في الانتربريتيشن برضو نفس الطريقة، في إذا كانت واحد يساوي واحد ما في ريسك، كان أكثر من واحد في الريسك يزيد، إذا كان أقل من واحد الريسك يقل أو protective effect. هما تقريبا طريقة الانتربريتيشن حقهم نفس اللهم صل على محمد، نفس بعض، لكن الفرق إنه إحنا متى نستخدمهم. دقيقة معلش، الريلاتيف ريسك احنا بنستخدمه في الكوهورت ستدي، اما الاوز ريشو احنا بنستخدمه فين؟ في الكيس كنترول والكروس سكشن. احنا من البدايه خلينا نرجع كده، احنا اصلا قلنا الريسك ريلاتيف ريسك والاوز ريشو هذه عباره عن ايش؟ عباره عن ميجر اوف اسوشيشن. ايش هي الميجر اوف اسوشيشن؟ هي حاجات انا بستخدمها عشان اقيس قوه العلاقه بين الاكسبوجر والاوتكم. واحنا تكلمنا ان الاكسبوجر واوتكم هي حاجات في الاوبزرفيشنال، احنا عندنا نوع الاوبزرفيشنال، عندنا كوهورت، عندنا كيس كنترول، وعندنا كروس سكشنال. فعشان اشوف قد ايش انا لقيت علاقه بين اللنج كانسر والسموكينج، الاكسبوجر اللي هو السموكينج واللنج كانسر، طب قد ايش قوه العلاقه هذه؟ هل هي علاقه قويه ولا علاقه ضعيفه ولا علاقه سببيه ولا ايش العلاقه؟ فانا عشان اعرف اقوم احسب الميجر اوف اسوشيشن، قد ايش هي association، يعني قد ايش هي مرتبطه ببعض او ليها علاقه ببعض. فلو كان عندي نوع الدراسه اللي انا استخدمتها كوهر هستخدم ريليتيف ريسك، لو كانت كروس سكشنال او اللهم صل على محمد كيس كنترول هستخدم الاودز ريشيو. تمام، هنعمل الانتربريتيشن زي ما شفنا. طيب واضح، بقينا موضوع واحد ان شاء الله نخلص. هل في حد عنده سؤال عن الميجر اوف اسوشيشن؟ واضح الأمور؟ ليش نستخدم الـ odds في الـ cover؟ لا، احنا قلنا نستخدم الـ relative risk في الـ cover. شوفنا؟ نستخدم الـ relative risk في الـ cover، مش الـ relative risk. بناء على علاقة الأشياء، ليش نستخدم الـ odds؟ احنا يا دكتور أصيل ما بنستخدم الـ odds، نستخدم الـ relative risk. ليش هذا بيستخدم لهذا؟ هذه يعني ليش كل دراسة ليها أنواع مختلف؟ هذا شيء إحصائي، يعني زي إحنا بنستخدم أنواع
للديزاين في انواع للتسف سيجنفكنت، وكل نوع ليه مناسب او يناسبه اكثر ميجر اوف اسوشيشن. بناء على علاقه الاشياء اللي بتسوي عليها الدراسه اختار طريقه الدراسه. احنا الحين خلاص احنا يعني قطعنا شوط من مساله الستدي ديزاين وكيف نختار الستدي ديزاين. لو فاكرين احنا تكلمنا في البدايه عن انه احنا نختار الستدي ديزاين على اساس الكويشن حقي، هل انا ابغى اجيب شو اسمه جروب ولا ما جروب كومبير ولا ما اجيب جروب كومبير، هل انا بدرس بركز على اكسبوجر اكثر فحكون على كوهت ولا بركز على الاوتكم اكثر فحكون على كيس كنترول. فاحنا خلاص قلنا اخترنا الستدي ديزاين من اول وخلاص بدانا البحث وبدانا خطوات البحث وجمعنا الداتا وخرجنا الداتا. الحين ابغى الاقي لقيت في اسوشيشن وابغى اشوف قد ايش علاقه الاسوشيشن هذه، هل هي قويه ولا ضعيفه. فانا لو كنت مستخدمه دراسه كوهورت حستخدم ريليتيف ريسك، لو كنت مستخدمه اودريش حستخدم تمام الحمد لله. طيب نروح لاخر نقطه ان شاء الله نقطه سهله باذن الله. دحين احنا مو من اول بنقول انه في بدايه كده متكلمنا مو تكلمنا عن انه في عندي في سامبلينج، مو قلنا احنا في population وعشان اقدر تكون السامبل حقتي كويسه لازم تكون فيها generalizability حقتها تمام، يعني اقدر اعمل reflection لهذه population بهذه النتائج اللي انا طلعتها. فاحنا الحين نبغى نتكلم عن كيف احنا نعمل generalizability او كيف احنا نقدر نعمم هذه النتائج. هل هذه اول شيء اول سؤال، هل هذه النتائج حقتي valid، هل هذه النتائج صحيحه وما هي صحيحه، بعدين هل اقدر انا اعممها ولا ما اقدر اعممها. الفاليديتي ايش فكره الفاليديتي؟ شويه فكره الفاليديتي يعني ما هي مهمه احنا نفهمها الحين، لكن هل النتيجه بلد ولا ما هي بلد، هل احنا رحنا يعني لو اعتبرنا هذا هدف وقاعدين نسدد البحث حقنا عباره عن سهم قاعدين نسدده فكل مره بنطلع برا الهدف، فهذه يعني صح احنا بنجيبها في نفس المكان ريلايبل لكنها ما هي بلد لانه احنا ما بنجيبها في الهدف الصحيح، احنا بنجيبها في كل بحث بشكل مره مختلف او في كل داتا بنجمعها بتطلع نتائج بشكل مره مختلف في كل مشعتره هنا وهنا وهنا، هي نت ريلايبل نت فاليد. لكن لو جبناها كلها في نفس النقطه في الهدف وجبناها يعني هذا الهدف وجبناها كلها في نفس النقطه فهي ريلايبل وفاليد. فالفرق بين الريلايبيليتي والفاليديتي انه احنا بنجيب الفاليد بنجيبه صح في الهدف، اما الريلايبيليتي انه نجيبها كلها في نفس المكان، يعني احسن شيء انه يكون بحثنا valid وreliable في نفس الوقت. وكيف يكون valid reliable دحين نشوف الانترنال valid. في شيء اسمه internal validity external validity. internal validity هي البحث نفسه من جوه طريقه بحثي هل هي صحيحه valid ولا ما هي صحيحه. الاكسترنال validity هي نفسها generalizability، هل اقدر اعمم هذه النتيجه على البوبوليشن ولا ما اقدر. طيب الانترنال validity بتعتمد لي على هل الاكسبوجر بيطلع لي الاوتكم لوحده ولا في كومباوندينج فاكتور زي ما احنا تكلمنا اول لو فاكرين. في عندي شيء اسمه كومباوندينج فاكتور، في عوامل ثانيه بتخلي الاوتكم ما هو اللي الاوتبوت مو هو اللي بيطلع لي الاوتكم، عشان كده بتقلل السترينث اوف اسوشيشن، بتقلل النتيجه قد ايش هي مؤثره وهذا اسوشيشن مؤثر. زي ايش؟ زي انه مثلا ما زلنا في اللنج كانسر ولا سموكينج، معيش طفشتكم فيه لكن هو اكثر يعني حاجه تجي على يعني سهله انه الواحد يجيب لها مثال. واللنج كانسر والاوتكم ايش ممكن يكون الحاجات اللي احنا بتاثر علينا وتطلع لنج كانسر غير السموكينج؟ ايش في اشياء ثانيه ممكن تسبب لي لنج كانسر؟ اي عامل ثاني ممكن يسبب لنج كانسر؟ جينيتيك صح، جينيتيك ممكن يكون في الفاميلي في احد عنده اصلا كانسر، ممكن يكون في ميوتيشنز كثيره في العيله، ممكن يكون شو اسمه الايفولوشن عندهم مره عالي، ممكن يكون هذا الشخص الايج مره كبر في السن وجاله، يعني في على عوامل ثانيه ممكن انا ما انتبهت لها في البحث. لو اخذنا مثال ثاني يعني السكين كانسر مثلا ممكن تكون بتحط لوشنز فيها كارسينوجينيك مثلا افكت، مو بس يكون السن أو ممكن تكون بتتعرض مثلا لتان مثلا أو شيء زي كده. ففي confounding factor إحنا لازم نفكر فيها ممكن تأثر لي على العلاقة بين exposure والoutcome. هذه بس هي مسألة internal validity اللي أبغاكم تعرفوها. الاكسترنال validity أو generalizability زي ما قلنا إحنا عندنا نقاط characteristics للpopulation حقتي
لازم اخذ السامبل على اساسها عشان اقدر اعملها جينيراتيف. كل الكلام اللي تكلمنا عنه قبل كده في البحث وكل الاشياء اللي احنا تكلمنا عنها حتى بي فاليو السيجنفيكانت السامبلنج الراندمايزيشن كل حاجه انا بعملها في البحث ابغى اوصل في النهايه اني اعمل اقدر اعمل تعميم كلمه الجينيراتيف بالعربي تعميم اقدر اعمم هذه النتائج على البوبليشن ولا اذا ما كنت اقدر اعممها او كان في خلل في البحث حقي وما قدرت اعمم النتائج معناته ما في اي فائده من البحث حقي او ما في معنى للنتائج اللي طلعت فيها. فعشان كده البروسيس كلها يعني الجنرالتيبيليتي تعتمد على ايش؟ تعتمد على البروسيس كلها حقه السامبلينج وطريقه السامبلينج وكيف احنا زي ما تكلمنا عن الرندمايزيشن وكيف نكون الرندمايزيشن كويس وما اكون يعني ما اكون عملت حاجات بتخلي لي في بايس في الموضوع. وكلمه بايس احنا لو فاكرين في بدايه المحاضره لما تكلمنا عن ستدي ديزاين انه الاوبزرفيشن ستدي فيها بايس اكثر. ليش؟ لانه احنا عندنا انواع للبايز، عندنا ريكول بايز، عندنا البايز اللي هو احنا زي ما تكلمنا في البلايندنج انه مثلا نفس الباحث انا ابغى مثلا انا شركه ادويه ومثلا ابغى هذا الدواء حقي يكون شو اسمه ينباع على انه هو مور افكتيف، فاقوم والله ادعم هذا الباحث عشان يطلع لي البحث. عشان كذا البلايندنج انه هو لا يكون الباحث ولا ولا اللي بيجري على البحث يكون عارفين ايش اللي بينعطى، مثلا اعطي له الدواء والله ما هو عارف انا اللي بعطي له هو بلاسيبو ولا الدواء، فاكون لا انا عارف ولا هو عارف عشان لما تطلع نتائج انا ما اكون اثبت على النتائج باي شكل من الاشكال. لو ما كنت عملت دي خطوه ممكن يكون في بايس انه انا اخترت شيء على شيء او اعطيت هذا البيشنت شيء عشان يطلع نتيجه احسن. في الناحيه الثانيه الاوبزرفيشنال ستديز لو احنا فاكرين في كوهورت ستديز في ريتروسبكتيف كوهورت، طب احنا مو قلنا احنا نرجع للريكورد؟ طب ممكن يكون احيانا ما في ريكورد، ممكن ارجع اسالهم اللي عندهم لنك عنده هل كنتوا تدخنوا، طب كم مره كنتوا تدخنوا، طب هل كنتوا تدخنوا كم باكيت، طب ممكن ما يتذكروا، ممكن يقولوا ايوه يكونوا يقولوا 5 باكيت ممكن، غير لما انا مثلا بتابعهم في البروسبكتيف كوهورت بتابعهم بنفسي كل شويه انتوا كم تاخذوا، انتوا وقفتوا، انتوا كويت، انتوا لا. فالريكورد بايز هذه واحد من انواع الريكورد. فكل انواع البايز او انواع التحيز يسموها بالعربي تحيز لنتيجه معينه بتاثر لي على الفاليديتي والجنراليتي حقتي اني اعمم النتائج على البوبيليشن حقتي. وكده نكون خلصنا من المحاضره. اذا كان عندكم اي سؤال ممكن تقولوا لي. الله يعطيكم العافيه. هل في احد عنده اي سؤال، اي نقطه حابب اعيدها؟ نقطة انتم فاهمينها؟ تفضل. Sampling design في sampling technique تمام؟ عشان اللي حابين يخرجوا الله يديكم العافية وشكرا لكم على استماعكم وحضوركم. أتمنى أنكم استفدتوا إن شاء الله ويكون المحاضرة يعني هذه الساعتين بإذن الله تكون شاهدة لي منها عليا بإذن الله في يوم القيامة. شكرا لكم. اذا حابين تخرجوا واللي عنده اي سؤال يبقى عشان نكمل الاسئله. طيب طب نجي عند النون بروبابيلتي او البروبابيلتي. دحين احنا مو تكلمنا دحين في النهايه عن الجنراليتي او انه احنا اللي بنعمم النتائج على البوبيليشن حقتي صح ولا لا؟ ان انا بعمم النتائج وبقول هذه النتيجه السامبل هذه اذا عملت دراسه قلت والله الدواء A احسن من الدواء B فهذه في الـ diabetic patient over 40 years في المنطقة الغربية في السعودية تمام؟ فأنا عشان أقدر أقول إنه فعلاً هذه النتيجة صحيحة وأقدر أعممها على كل الـ diabetic patient over 40 years في المنطقة الغربية لازم أكون اخترت العينة بشكل إنه كل اللي يكونوا diabetic patient over 40 years في المنطقة الغربية يكون عندهم equal chance إنه أنا included في هذا السامبل. يعني مو أنا مثلاً رحت اخترت السامبل حقتي على أساس مثلاً مين اللي شو اسمه أقرب لي، مين اللي أحسن لي، مين الناس اللي شافوا مثلاً يعني مثلاً إذا كان في مراكز 5-6 مراكز مثلاً 7 مراكز صحية في منطقتي أقوم أروح أختار الأقرب لبيتي ولا أختار بشكل راندم عشان تطلع العين أحسن؟ لا أختار بشكل راندم عشان تطلع العين أحسن وريبريزنت أكثر إنه يكون كل الناس في هذا البوبيليشن عندهم إيكوال شانس إنه هم يكونوا سيلكتد في هذا السامبل وأختبرهم. ما يكون في selection bias، هذا أحد أنواع البايس إن هو يكون في selection bias إنه أنا أتحيز لنتيجة معينة ويكون في تحيز في نتائجي على أساس إني أنا اخترت هذا وما اخترت هذا في بحثي.
تمام. فعشان كذا هذه فكره الروبابيلتي، انه انا ما لي يد في اختيار مين اللي موجود في السامبل حقتي من البوبيليشن دي كلها، انا ما لي يد في الموضوع، انا قاعده اعمل بشكل راندوم عشوائي تمام. وضحت الفكره تمام. ايوه هذه probability، هي ثلاث انواع. النن probability اني ما اعمل هذا الشيء، اني قاعد استخدم هذه الثلاث انواع. انا ما شرحت الا الكونفينينس. الكونفينينس هي اللي انا اقعد زي ما قلت انه انا قاعد اخذ مثلا انا حوالين بيتي في مثلا مراكز، مثلا خذ مراكز في مكه، اقوم اختار المراكز اللي حوالين بيتي عشان اسهل اروح لها تمام. فهذه اسمه كونفينينس. ها عشان المكان ممكن، ايوه ممكن اكون مثلا رحت لمستشفى بدل ما مثلا دخلت على داتا على داتا المستشفى، بدل ما اخذ بشكل عشوائي اقوم اخذت اول 10 مثلا عشان يوم اسهل اول 10. هذا غلط. طيب الكونفينينس سامبلينج او مو غلط، يعني انا لو كتبت انه في الميثودولوجي حقتي انه انا عملت كونفينينس سامبلينج، خلاص اني انا كتبت انا عملت كونفينينس سامبلينج. لكن الاحسن اني انا اعمل راندومايزيشن، انه يكون ما في يد ليا في اختيار عدد او مين اللي انا اخترته ودخلته في البحث حقي، ما لي يد، انا اخترت بشكل عشوائي عشان الكل يكون ريبريزنتد في هذا الطويل والقصير والمتين والنحيف والكبير والصغير والفيمال والميل، كلهم يكون ليهم ايكوال تشانس ان هم يكونوا معايا في هذا البحث. فانا ما اخترت شيء بارادتي. نن بروبابيلتي اكون انا اتدخلت في طريقه الاختيار او سامبلينج، انا كباحث اتدخلت كيف اخترت، اخترت 1 2 3 بدل ما اختار شو اسمه 10 و12 و13 تمام. وضحت الفكرة؟ الله يعافيك. في أي سؤال إن شاء الله يعني يكون الفكرة كلها واضحة، في أي سؤال؟